لقي أكثر من 300 شخص مصرعهم جراء سوء الأحوال الجوية في جنوب إفريقيا، وتسببت الأمطار الغزيرة التي لم تشهد المنطقة مثيلاً لها منذ أكثر من 60 عاماً، وبدأت في نهاية الأسبوع الماضي بأضرار جسيمة، فقد دمرت جسوراً وطرقاً وآلاف المنازل في منطقة يبلغ عدد سكانها أكثر من 3,500,000 نسمة. In 30 minutes, the water just coming. Then after that, I started running to the place which has no water on top. Then the water comes and there just comes on top of my room. Then my room, the roof goes away, and then the walls fall down. وتساقط أكثر من 300 مليمتر من الأمطار في غضون 24 ساعة في بعض المناطق، وشبه خبراء الأرصاد مستواها بالمطر المرتبط عادة بالأعاصير. واستمرت عمليات الإنقاذ منذ عدة أيام، وتمت دعوة الجيش للمشاركة فيها.